أبى حزب الوطنيين الأحرار أن تمر ذكرى استشهاد الصحفي جبران تويني من دون التفاتة مميزة وتحية خاصة له ولتضحياته، فكان لقاء أمام مبنى جريدة النهار شارك فيه إلى جانب أفراد من عائلته وأصدقائه عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية رفاق النضال. الحفل الذي سهل بقسم جبران تويني تخللته كلمات شددت على أهمية استمرار المسيرة الذي استشهد جبران من أجلها. بدهم يحاولوا لبنان ساحة للآخرين ويدفعوا اللبنانيين أسمان ألعاب الآخرين ومغامراتهم، بس نحن رفضنا وراح نضل نرفض ونقاوم حتى لو كنا بدنا نضل ندفع شهداء. هل يشاهد بشار الأسد هديرة ثورات؟ هل يدرك ماذا اقترفت يداه؟ هو ابن هذا النظام البعثي المتغطرس والمجرم والديكتاتوري والاستعلائي والاستخباراتي. اكتفي بما جنته يداك في سوريا بعدما جنته في لبنان، حيث خطفت وقتلت أنت وأفراد عائلتك وعملاؤك وأجهزتك زهرة شبابنا. فك أنت ونظامك عن صدر الشعب الحر، فربيع دمشق سيزهر عاجلا أم آجلا بعدما أزهر ربيع العرب وبعدما تفتحت زهور ربيع بيروت. على رغم التحذيرات المكتوبة الواردة من لجنة التحقيق الدولية آنذاك له وللبطريرك الصفير، على رغم الإشاعات التي طالته فصنفته في قمة الشخصيات المستهدفة، على رغم نصائح الأقارب والأصدقاء، أتذكر كلام العونيين آنذاك: الأعداء اللدودين حاليا الذين كانوا يأخذون على جبران الإقامة ولو مؤقتا في الخارج وهم يحرضون عليه في الداخل وفي الخارج ويحثونه على العودة، عاد جبران فاستقبلوه خلال ساعات قليلة بسيارة مفخخة. ما حدا في يهرب من ضرب العدالة ومن ضرب القانون، هيدا بالعالم كله ما صار وعندنا نحن ما رح بصير. يلي متعدى على لبنان وعلى كل شخص ولا كل أشي بلبنان رح بيصير له حق وأنا بطمنهم. وفي الختام توجه الجميع وهم يحملون الشموع إلى ضريح الشهداء حيث تم وضع إكليل من الزهر.